يا هلا والله شباب، بهالفيديو راح اجاوب على اسئلتكم، وهذا اول فيديو اسئله واجوبه اسويه من 5 سنوات. اخر فيديو سويته كان ب 2017، ومن 2017 الى الان تطورت القناه بشكل جدا كبير وصار عندكم اسئله كثير جديده. فحطيت بوست على الكوميونتي تاب على اليوتيوب وقلت لكم اسالوا اسئلتكم وراح اجاوبها بالفيديو القادم، وجاني فوق ال 1000 سؤال واخترت منهم أكثر 15 سؤال متكرر وراح أجاوبه بهالفيديو. بس ما راح أجاوب الأسئلة وأنا قاعد أتكلم معاكم بدون أي شيء، راح يكون الوضع ملل. لا، راح أجاوبكم وأنا قاعد ألعب Call of Duty Warzone، وهذا الفيديو برعايتهم. Call of Duty Warzone هي أحد أكبر ألعاب الباتل رويال الموجودة حالياً ولعبة مجانية بالكامل. وحالياً مع نزول Call of Duty Vanguard نزل ماب جديد بالوارزون اللي هو ماب كاليدرا الوارزون باسيفيك، وشكله جدا رهيب. وبمناسبة هالشيء هالفيديو عليه giveaway لثلاث نسخ للعبة Call of Duty Vanguard مقدم منهم. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليه كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واكتب المنصة يلي بدك عليها Call of Duty Vanguard، البلاي ستيشن، اكس بوكس او البي سي. ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. اوكي بدا الجيم، خلنا ننط ونحن في الهواء ناخذ اول سؤال. بشار انت من وين؟ طبعا هذا سؤال كثير بيجيني، ناس ما بيعرفوا انا من وين لانه ما بتكلم بلهجتي بالفيديوهات. انا من سوريا. خليني اذبح هذا وبرجع بكمل السالفه. ذبحنا الاول. فانا من سوريا، بالذات من العاصمة دمشق، بس ساكن وولدان في الإمارات طول عمري. طيب فأتكلم فيديوهاتي بهاللهجة اللي سمعانينها. ليش؟ لأنه من بدايتي على اليوتيوب كان كل متابعيني من السعودية تقريبا 90%. حاليا لا، حاليا في كثير متابعين من باقي الدول، فكان لما أتكلم سوري ما يفهموا علي أو يحسوا شيء غريب، فعشان كذا صرت أتكلم لهجة مو سعودية بس خليجية نوعا ما، والكل فهم علي والوضع تمام. اوكي في لود اوت هنا واقدر اخذ كلاسي، بس المشكله ان في زحمه. والله في ناس. خليني اخذ شوت جن. ايوه ناخذ شوت جن. تعالوا القوم. طيب خلينا نشوف ثاني سؤال من عامر. بشار كم عمرك وكم كان عمرك لما بديت يوتيوب؟ اوكي حاليا عمري 24 سنه، ولما بديت يوتيوب اول فيديو لي كان ب 2010، بعدين مسحته وحملت فيديو ب 2012. فيديو 2012 الى الان موجود تقدروا تشوفوه، واللي شاف فيديو المليون اظن شفته ردت فعلي عليه. ف 2010 2000 نحن 2022 2022 ناقص 12 يعني 24 ناقص 12 ناقص 2 كمان 12. فاول فيديو لي في اليوتيوب او بديت اليوتيوب وانا عمري 12 سنه تقريبا. ناخذ سؤال ثالث ونحن بالزحمه. بشار متزوج؟ لا والله مو متزوج. ليش مو متزوج؟ والله لسه ما التقينا ببنت الحلال. اوكي راح انقض على هذا، يا رب ما يلف وشي. لا 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 لا. والله ذبحته. اوكي اوكي اخذ سلاح بسرعه. طيب لازم ناخذ سؤال ثاني صح؟ سؤالين ورا بعض الاثنين نفس الشيء تقريبا. متخرج من الجامعه، سؤال من بلال وسؤال من كينج جيمر. ما هو تخصصك الدراسي؟ اي انا متخرج من الجامعه، متخرج من 2020 بدايه 2020 تخرجت من الجامعه الحمد لله. شو تخصصك؟ هندسه مدني، متخرج مهندس مدني. فاي هذا بشار اللي حيعمل لكم توب 10 وكول اوف ديوتي، هذا مهندس على فكره. لا 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 لا, لا, لا. شو سويت انا؟ اوكي توني انتبه، السؤال كان متخرج من اني جامعه؟ متخرج من جامعه ابو ظبي في الامارات. القم القم. في حد غيره؟ القم. اوكي 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 بيجوا اسحاب الحين بسرعه. ريلود 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 ريلود. اوه مات. لا لا كم واحد اشيل يعني، والله ماني بسوبرمان. خلينا ناخذ السؤال اللي بعده من كينج لوفي. بشار ليش قناتك مبنيه بشكل اساسي على توب 10 وكول اوف ديوتي؟ طيب ادري خليط غريب نوعا ما بالذات اذا كنت جديد على القناه. حتى في سؤال ثاني
سر حبك وشغفك للعبة Call of Duty، ليش مو Battlefield ولا PUBG؟ أنا بديت قناتي ب 2012 على اليوتيوب، حلو؟ ومن وقتها إلى 2018 تقريباً كان محتواي Call of Duty بس. متخيل تقريباً 7-8 سنوات ما أحمل إلا Call of Duty. القم بس استسلم الأمر الواقع. مرتبط بلعبة Call of Duty لأن كنت ألعبها من أنا وصغير، من أنا وعمري 12-13 سنة، وتعلقت باللعبة وسويت كتير فيديوهات عنها بالذات الزومبي. فالمهم ب 2018 تقريبا قررت أني أسوي نوع فيديوهات جديدة اللي هي توب 10، وسويت أول فيديو توب 10 كان فيديو 10 أشياء ما تعرفها عن البلاي ستيشن ونجح بشكل جدا كبير. من بعدها قررت أني أستمر على التوب 10 بنفس الوقت، ما حبيت أسحب على الجمهور اللي ضل معاي 8 سنوات صام اللي هو جمهور Call of Duty. طيب سؤال بعد من XZ، مين دعمك في بدايتك على اليوتيوب؟ والله ما حد دعمني في بدايتي على اليوتيوب، لو حد دعمني ما كنت شو اسمه ما كنت وصلت مليون مشترك بعد 12 سنة. في كثير يوتيوبر بالبداية أو يعني ناس فتحوا قناة من سنة أو سنتين وتلاقيهم وصلوا مليون ومليونين، سبب لأنه أول ما يبدأوا على اليوتيوب يكونوا بيعرفوا ناس مشاهير يعملوا معهم فيديوهات وينشهروا. أنا ما في أي حد دعمني، ما عندي أي صاحب في اليوتيوب دعمني يوما ما، فعشان كذا طولت كتير لأوصل المليون مشترك 10 سنوات. القم هذا نفس اللي ذبحته من شوي. القم بس والله مسحتهم بس. طيب سؤال ثاني، مين حفزك تدخل مجال يوتيوب؟ هل كانوا يتنمروا عليك؟ ومين هل تتوقع راح تعتزل وشكرا؟ اوكي 3 أسئلة. اولا مين حفزك؟ والله ما في حد، انا كنت من زمان يعني اجيب لقطات حلوه بكول اوف ديوتي، نفس حاليا شوفوني كيف ذبحت سكوات كامل، فكنت اجيب لقطات حلوه وابي الناس يشوفوها، فكنت احملها على اليوتيوب وابعتها لاصحابي، فهذه بدايتي على اليوتيوب. هل كانوا يتنمروا عليك؟ اكثر واحد تنمروا علي اصحابي ايام يعني لما كنا نحن وصغار مدرسه، يفتحوا فيديوهاتي ويتنمروا علي بشكل، لان كانت فيديوهاتي غبيه اصلا من زمان. والله شوت جان قوي مره. والشيء الحلو انه اصحابي نفسهم اللي كانوا يتنمروا علي هم الحين نفسهم يشوفوني وصلت مليون وكذا ويحبوا محتواي وكل شيء يموت. فاي كانوا يتنمروا علي بالبدايه والحين كلهم شايفيني انه شيء رهيب اللي قاعد اسويه. وهل تفكر تعتزل يوما ما؟ لا. كم وزنك؟ وزني هو، ليش الصوت قاعد يروح؟ وزني هو ما ادري، شوفي كل ما اقول وزني الصوت قاعد يختفي. طيب خلينا نجرب على سؤال ثاني، كم ارباحك من اليوتيوب؟ ارباح من اليوتيوب تقريبا اوف نفس المشكله، ما ادري يا شباب ما الصوت قاعد يروح. طيب لا بدون مزح، وزني حطوا لي انتم كم وزن بالتعليقات، لو واحد جاب الوزن صح بالفاصله راح اعطيه قلب وارد واحكي له اي صح، او لا انا راح اعطي قلب لكل التعليقات راح ارد واقول لك انه اي صح. كم ارباح من اليوتيوب؟ الارباح من اليوتيوب صدقوني اليوتيوبر العرب بالذات لو واحد عنده نفس ارقامي، خليني اذبح على هذا بث، تكون ما هي ارباح كبيره. لو نفس ارقامي بس كان متابعيني من برا امريكا واوروبا وكذا هكون حاليا انا مليونير حرفيا، لان في شغله باليوتيوب اسمها السي بي ام اللي هي معدل الفلوس اللي تجيك على حسب المشاهد. المشاهد اللي من امريكا تخيلوا يساوي تقريبا 200 مشاهد من العراق مثلا. بس ما راح اتهرب من السؤال نفس باقي اليوتيوبرز، لا هاي ارباح اليوتيوب لشهر 12 السنه الماضيه، مثل ما شايفين جبت فوق 3 ملايين مشاهده، والأرباح اللي أخذتها هي تقريباً 2000 دولار، مبلغ جداً كويس الحمد لله. بس لو هالثلاث ملايين مشاهدة نفسهم كانوا من أمريكا وأوروبا كان الألفين دولار هي كانت أقل شيء 20,000 دولار، عشان تشوفوا الفرق. القم بس لا لازم أذبح بالسكينة، تعال أيوة كذا. طب خلنا نروح على السؤال اللي بعده، إيش كان حلمك وأنت صغير وهل حققته؟ حلمي وأنا صغير هو إني أكون نحيف
انا اللي ما يدري من انا وصغير دب، هاي الصوره لي وانا عمري 4-5 سنين. هل حققته؟ والله مثل ما انت شايف، انت شوف واحكم قل لي حققته ولا لا. والله شلت اثنين بس رح اموت. قوم قوم. حلو، شلت سكوات كامل. لا لا، في كمان في كمان في كمان في كمان. في واحد ثاني وراي. يا لا تطلع لا تطلع لا تطلع، بتموت بتموت والله بتموت. شوف 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 شوفه شوفه كيف راح يموت. طلع طلع، 1 2 3 4 شفت. القم تذبح خوي. قال الحين اقدر اخذ سؤال؟ الحين اقدر. بشار، ليش بتظل فترة كبيرة عشان تعمل فيديو توب 10؟ متابعك من مصر، على راسي اهل مصر. وسؤال ثاني، ليش ما تنشر مقاطع اكثر من الاردن؟ على راسي اهل الاردن. وكثير بيسالوني هالاسئلة، ليش تتاخر بفيديوهات التوب 10؟ حرام والله، عملت اللي اقدر عليه. طب يلا اقدر اجاوب السؤال. فيديوهات التوب 10 بتاخذ مني وقت وجهد بشكل جدا كبير. يعني من زمان بكل صراحه فيديوهات التوب 10 كنت اقدر اخلص الفيديو بيوم ولا بيومين. حاليا من جديد لا، لما اسوي فيديو توب 10 ابي شخص لما يطلع من الفيديو يطلع مكتسب معلومات جديده، مو بس والله يدخل ويتسلى بالفيديو خلاص. فالفيديو ياخذ مني تقريبا يومين تحضير، بس احضر شو فكره الفيديو، اجهز المرتبه 10 9 7 وهيك. بعدين يومين اني اصوره، اتكلم واحكي المرتبه 10 واشرح وكذا. بعدين كمان يوم يومين اديت للفيديو، اضبطه وحط المونتاج هالكلام كله. فحاليا فيديو التوب 10 ياخذ مني اسبوع كامل، فعشان كذا فيديوهات التوب 10 تتاخر. اشوف بعض التعليقات تقول لي نبيك تحمل يوميا توب 10، مستحيل هالشيء يصير. وخسرنا بالجيم على المرتبة الثانية. اوه كنا اخر فريق، يعني لو فزنا هالجيم كنا فزنا. القم تعال فنش. ايوه ان شاء الله ما يجوا اصحابه وينتقموا مني. بس بسرعة بسرعة. طيب ناخذ سؤال ثاني، هل انت تصلي؟ طبعا الصلاة هي اهم شيء في حياتك، لان اصلا اول شيء يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة. يعني لو كنت أحسن واحد بس ما تصلي، أول شيء اللي هيسألك عليه ربنا سبحانه وتعالى هو الصلاة. فإيه لا تنسوا هالشيء. وفي سكوات كامل وراي، حط عليهم قصف مرة ثانية. ألقموا، والله كانوا بيذبحوني، رح يهجموا علي. ألقم، تعال 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 تعال. أيوة، ومات الثاني. حلوين. هلا والله، مع السلامة. طيب سؤال بشار، كيف بكل فيديو عليه جيف اواي؟ هل هذه من مصاري اليوتيوب ولا اعلان لشيء؟ لا، هي مو من مصاري اليوتيوب، هذه اعلان لشيء. حرفيا كل جيف اواي سويته على القناة ما كنت انا اللي دافعه، يعني مو انا رحت واشتريت الغرض وسويت عليه جيف اواي، ولا كنت راح اكون مفلس. كلها تكون اعلان من شركه، يعني شركه تجي عندي تعطيني هالقطعه لي، يعني ما تقول لي هالقطعه سوي عليها جيف اواي، لا تقول لي خذ هالقطعه لك وسوي عليها فيديو على اليوتيوب. انا ما احتاج هالقطعه، يعني كارت شاشه لا، عندي كارت كويس. فبالمقابل اسوي جيف اواي على الكارت، او اسوي جيف اواي على السماعه، او اي غرض كانوا الشركه عاطيني اياه. طيب هذا الجيم بدنا نحاول نركز فيه ونجيب الفوز. القم القم، تعال تعال. القم القم، حلو. كان في واحد هنا؟ ايه، القم، مع السلامة. تعال 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 تعال، حلو. او صاحبي مات، صاحبي مات، ضلت لوحدي. هو لا 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 لا. القم القم، تعال. ايوه ايوه. طيب ناخذ اخر سؤال، افضل لحظة صارت لك في الالعاب؟ هي اللحظة قدامكم، لحظة الفوز بالوارزون.
آخ والله كنت أكل هم إنه أنهي الفيديو بدون ما أجيب ولا فوز، بس جبناها. طيب وآخر سؤال أبي أجاوب عليه هو هذا، مثل ما شايفينه قدامكم قاعد يقول ما أفهم نهاية الفيديو، ومتفهم هالشيء لأني أقولها بشكل جدا سريع، فهلا رح أقولها بشكل بطيء عشان اللي ما كان يفهمها قبل يفهمها. بنهاية كل فيديو أقول فأي يا شباب هذا الفيديو لليوم، أتمنى يكون عجبكم، أتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات أسئلة بدكم يعني أجاوبها بالفيديوهات المستقبلة إن شاء الله. وبس كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله، مع السلامة. هذه النهاية وخلاص، إيه من جد مع السلامة.